في الفيديو اللي فات شفنا ازاي نقدر نعمل رجل انسان آلي باستخدام محركين وبطاريتين 9 فولت. النهاردة هنستخدم نفس التكنيك وهنعمل روبوت باستخدام علبة بيبسي فاضية، بالإضافة إلى باقي الأدوات اللي استخدمناها في الفيديو اللي فات. ميزة التصميم الجديد إن حركته متوازنة أكتر على الأرض وشكله ظريف نوعا ما. هنبتدي التصميم إننا ناخد موتور جير 125 RPM وهنثبته على بطارية 9 فولت بالشكل ده. دي هتبقى الرجل الأولانية للروبوت. بنفس الخطوات هنعمل رجل تانية وهنثبت محاور الموتورين فوق بعض بالشكل ده. بعد كده هناخد أفيز بلاستيك وهنربط الموتورين مع بعض من الحزام اللي موجود فوق كل موتور. الخطوة اللي بعد كده هنوصل الموتورين مع بعض على التوالي، فهنجيب سلك صغير وهنوصل طرف موجب من الموتور الأول مع طرف سالب من الموتور التاني. بعد كده هنجيب وصلتين بطارية 9 فولت وهنوصلهم مع كل بطارية. هناخد طرف موجب من وصلة البطارية الأولى مع طرف سالب من البطارية التانية وهنوصل الاتنين بمفتاح إلكتروني. أما الطرفين التانيين هنوصل كل طرف فيهم مع المخرج التاني من كل موتور. دلوقتي لو شغلنا مفتاح التشغيل محاور الموتورين هيتحركوا مع بعض في نفس الوقت ونفس الاتجاه، ولأن محاور الموتورين ملحومة فوق بعض ده بيخلق تبادل في حركة الموتورين على الأرض، لكن الحركة بتكون عشوائية وغير متوازنة، وده ممكن نعالجه إننا نقص جزئين من شفاطة بأطوال مختلفة وهنلحم الاتنين مع بعض وهنثبتها في ظهر الموتور الأول بالشكل ده. ده هيوازن الروبوت في حالة إن الرجل التانية تكون مرفوعة من على الأرض أثناء الحركة، أما في حالة إن الرجل الأولانية هي اللي مرفوعة فده هنعالجه من خلال الجسم اللي هنلحمه مع رجل الروبوت، وبالتحديد عصاية الإيد اللي مشبوكة مع علبة البيبسي. ولده هنجيب علبة بيبسي فاضية وهنقص منها الجزء اللي تحت، بعد كده هنلحمها في جنب الموتور التاني بالشكل ده. كمان هنجيب شفاطة كبيرة وهنقص منها جزئين متساويين، هنثبت جزء ناحية الموتور التاني على جنب علبة البيبسي وهنلحم عصاية صغيرة مع الشفاطة التانية وهنثبتها في الجنب الموجود ناحية الموتور الأول، بشرط إن رجل الروبوت تكون مرفوعة بشكل كامل من على الأرض. دلوقتي لو شغلنا مفتاح التشغيل رجل الروبوت هتبتدي تتحرك، ولو حطناه على أي سطح هيبدأ يمشي بشكل سلس ومتوازن. وهنا نقدر نلاحظ دور عصاية الإيد والشفاطة اللي ورا الموتور في حفظ توازن الروبوت أثناء الحركة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو في أي حد عنده استفسار بخصوص المشروع ياريت يسيب تعليق تحت الفيديو، ولو حابب يوصلك كل جديد في القناة ما تنساش تشترك عن طريق الضغط على اشتراك أو سبسكرايب، وكمان تفعل خاصية الإشعارات بحيث يوصلك رسالة مع كل فيديو ينزل على القناة.